لأنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين. كيف وجدت منزلك؟ فيقول الشهيد: يا ربي خير منزل. فيقول الله عز وجل للشهيد: يا ابن آدم سل وتمنى أعطيك ما تتمنى. فيقول الشهيد: يا رب أسألك أن تعيد روحي في جسدي حتى أقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من الكرامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد: 7 خصال يغفر له عند أول دفعة، أي عند أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أقاربه، ويزوج 72 من الحور العين. نسألك يا ربنا وأنت في عليائك بحق هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، وثقل بالحسنات ميزانهم، وثبت على الصراط أقدامهم، وأسكنهم في أعلى الجنان بجوار نبيك ومصطفاك. اللهم ارزقهم بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم البسهم بالقرآن الحلل، واسكنهم به الظلل، واجعلهم يوم الجزاء من الفائزين. اللهم اجعل قبورهم جميعا جنة من جنات النعيم، اللهم اجعل قبورهم جنة من جنات النعيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته. اللهم اسكنهم في أعلى الجنان بجوار نبيك ومصطفاك. اللهم اجعلهم ممن قلت فيهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم ارزقهم أعلى درجات الشهداء. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ جيشها، واحفظ أمنها، واحفظ شعبها، واحفظها من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كيد الكائدين، ومن حسد الحاسدين، ومن إفساد المفسدين، ومن مكر الماكرين، ومن تخريب المخربين. اللهم أرنا في المخربين لمصر عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم كن معنا إذا فارقنا النعيم وانقطع النسيم، وقيل: ما غرك بربك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الجنازة 4 تكبيرات: بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية قراءة النصف الأخير من التشهد، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للشهيد، بعد التكبيرة الرابعة الدعاء لأنفسكم ولسائر المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اتق وزعزعهم، اللهم ابلغهم دار الخير من دارهم.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نتابع حاليا الجنازة العسكرية لسبعة من إذن مشاهدينا كنا نتابع الآن أداء صلاة الجنازة على شهداء الشرطة الثمانية الذين استشهدوا بمنطقة كورنيش النيل، وما زلنا الآن نتابع تشييع جنازة شهداء الوطن الذين استشهدوا صباح اليوم في الساعات الأولى إثر عملية إرهابية غاشمة استهدفتهم أثناء تفقد الحالة الأمنية بأحد شوارع حلوان، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. ومشاهدينا كما تابعنا أنه كان على رأس مشيعي جنازة الشهداء وزير الداخلية وعدد من المسؤولين بالدولة والقيادات الأمنية وضباط الشرطة بوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة. رحم الله شهداء هذا الوطن وألهم ذويهم بالصبر والسلوان. تفاصيل ما حدث صباح هذا اليوم أثناء قيام قوى أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان يرتدون الملابس المدنية ويقومون بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم، وكانوا مستقلين سيارة ميكروباص تابعة لجهة عملهم، وأثناء سيرهم بشارع عمر بن عبد العزيز قام مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل باعتراض سيارة المأمورية، وترجل منها أربعة أشخاص كانوا مختبئين بالصندوق الخلفي للسيارة، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاه السيارة الميكروباص من أسلحة آلية، وكان بحوزتهم هذه الأسلحة ولاذوا بالفرار. كما أعلنت الوزارة أنه أسفر ذلك الحادث عن استشهاد كل من النقيب محمد حامد وأمين الشرطة عادل مصطفى محمد وأمين الشرطة أحمد حامد محمود وأمين الشرطة علاء عيد حسين وأمين الشرطة صابر أبو ناب أحمد، وأيضا تم استشهاد أمين الشرطة أحمد مرزوق تمام وأمين الشرطة داود عزيز فرج وأخيرا أمين الشرطة أحمد إبراهيم عبد الله. ونتابع الآن مشاهدينا خروج الجثامين من مسجد أكاديمية الشرطة وذلك بالطبع بمشاركة من ذوي الشهداء،
ووزير الداخلية، كما ذكرنا أنه يعني يتقدم هذه الجنازة وعدد من الضباط والقيادات الأمنية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن اللواء الدكتور اللواء علاء بزيد، مدير مركز الدراسات السياسية والأمنية. سيادة اللواء أهلا بك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بك. يعني سيناريو تنفيذ الهجوم واستهداف رجال الشرطة بهذا الشكل وفي هذه المنطقة، كيف تقرأ الهدف منه؟ بداية تعزينا للشعب المصري ولجهاز الشرطة ولأهالي الضحايا، نحتسب ما عند الله من الشهداء ولن يثني ذلك أبدا جوا